كان في فكرة أخرى أو تصريح آخر كان غير محبب. وللأسف ربما الناس ما بتدركش قيمة الرموز في بعض الأوقات، ممكن يكون ما عنديش ميول لرمز ما، مش موجود الرمز اللي أنا ألتف حوله في مكان ما، ولكن احنا عندنا في النادي الأهلي رموز ورموز كثيرة جدا. وطبعا حاليا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب برضو البعض استغلها، أو الكابتن أحمد عفيفي حاول يستغل للضرب برضو في نقطة معينة جدا. تعالوا نشوف فيديو عفيفي ونرجع نعقب. ليه الناس بتقول ان اللعيبه بتروح الاهلي بتشوف مش عارف الكابتن الخطيب فبيجي لهم شرار عاش وينزلوا على الارض ويمضوا على بياض؟ ليه بيقولوا كده؟ هذا شانهم. طب ليه انت بتصدق؟ هذا شانك. ليه انا شايف ان الموضوع ده يعني مثير للضحك؟ هذا شاني. هذا شأنك، لكن الحقيقة موجودة، الفكرة كلها موجودة، عندنا نماذج كتيرة جدا وأمثلة كتيرة جدا. وإحنا قلنا فكرة الرمز عندنا في النادي الأهلي له معزة خاصة، له محبة خاصة، له دلالة على اللاعب وقت التوقيع معاك. عشان نكون واضحين وواضحين تماما، فكرة التوقيع على بياض هي فكرة بتتم عبر اتفاقات الأول واللاعب بيوقع على بياض. لكن أنت ما فكرتش في مرة ليه لعيبة النادي الأهلي بتوقع على بياض؟ لأن في ثقة داخل النادي الأهلي اللي اتفقنا عليه هيتكتب جوه العقد. لعيبة تانية في أندية أخرى بتتفق على مبالغ أخرى، وبتلاقي الموضوع بيدخل في سكة قضايا بعيدة جدا عن فكرة الثقة بين اللاعب والنادي. ولكن قضيتنا الكابتن محمود الخطيب وتشكيك في فكرة إن اللعيبة أو الاستهزاء من فكرة إن كان في لعيبة لما بتشوف الكابتن محمود الخطيب بتوقع. أحيانا بيكون داخلك وأنت بتتكلم مثل أنت مش قادر يكون عندك حاجة نظيرة لي، فبيكون ردك هو فكرة سخرية. أعتقد أنت اقتطعت أجزاء كبيرة جدا 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 من المنطق والموضوعية، لأن في وقائع على لسان نجوم بتتحدث عن إزاي تأثير كابتن محمود الخطيب عليها في المفاوضات كان حاسم. وكابتن محمود الخطيب شخص يؤمن بالمؤسسية، أكيد كله بيعمل أدواره، ولكن بتيجي وقت الرمز أو الكبير بيكون ليه تدخل وبطريقته وبفلسفته وبشكل ورقي النادي الأهلي. ومين ما يحبش يقعد مع كابتن محمود الخطيب؟ نسمع كابتن محمود الخطيب وبيحكي عن واقعة خاصة بكابتن محمد أبو تريكة، ونرجع كمان نوثق الواقعة دي. نطلع للفيديو. أنزل عليكم موجودين طول الوقت. نزلت لقيته هو لوحده. قلت له فين محمد؟ قال لي يا كابتن محمد واقف بره مكسوف. واقف في الشارع. فقلت له يا ابني مكسوف مني؟ قال لي ما هو يعني مكسوف انه هيقابلك يعني. فاخدته معايا في العربيه ورحنا على اول الشارع، كان الدنيا برد جدا. ولقيناه واقف في الشارع على النصر كده، فرحنا واقفين خدته معايا في العربيه. فعايز افتح الكلام يا ابني انت معانا واحنا ارقامنا ما بتديش ارقام كبيره وممكن يكون، لكن في يعني في ان انت ان شاء الله ربنا يكرمك في النادي الاهلي وتبقى عايز امهد الكلام. فقال يا كابتن انا قلت لوالدي ان انا جاي قبلك، فكان والدي عايز يجي معايا. كويس، فاحنا اهلاويه جدا واحنا مش عارف ايه كابتن اللي انت، انا همضي بدون ما اتكلم في حاجه. ده اول مره. اول مقابله. اول مقابله. طلع العقود برضه وخدته بقى ساعتها، رحت مكلم عادل الكاف قلت له عادل انت فين؟ قال لي انا في بيته. قلت له طب حضر العقود دي. ما كانش حتى عارف مين. ورحت كمان رحنا مضى الولد وخلاص موضوع، ولا اتكلم في مليم، ولا اتكلم ما هياخد كام، ولا ده هيدوني كذا، ولا اتكلم في كلمه. كابتن محمود الخطيب اللي بيروح السودان، بيروح اي دوله عربيه، بيروح اي مكان، بيعامل معامله استثنائيه. اكيد اي لاعب يحب كابتن محمود الخطيب ويحب يحس ان قامه وقيمه زيه، يحب ان اللاعب يكون موجود في فريقه. دي الفاليو بتاعت النجوم كلها. ولما بنشوف حتى في فكرة استثمار النجوم في أندية كتير، لما بيجي يستغل الكادر عنده ويوظفه في حاجة لأن الكادر شعبيته كبيرة فيقدر يكون له عوامل تنجحه في أي مجال، هو ده اللي النادي الأهلي بيعمله من خلال كابتن محمود الخطيب اللي بيتدخل حينما يستدعي الأمر أن يتدخل. أكيد أكيد الواقعة دي لسه في كلام عنها. أكيد يا فارس، لكن أنا حابب أكد على فكرة الرموز، وتحديدا مش كابتن بس محمود الخطيب، طبعا رموز النادي الأهلي عديدة جدا، ولكن أيضا الكابتن صالح سليم كان مين في مصر لاعب
يقعد مع كابتن صالح سليم قيمه النجم احمد بشير طبيعي. انا مش عارف هو معترض عليه. انا حكايه الكابتن فاروق جعفر، طبعا الكابتن فاروق جعفر رمز كبير لنادي الزمالك، ولكن هو محبب ايضا لجماهير النادي الاهلي. قال لك وانا صغير شفت بس الكابتن صالح سليم بيمشي بالعربيه، جريت وراه حوالي كيلو او عشان اسلم بس عليه واتصور معاه. ممكن يكون في استثناءات، بس انا زي ما قلت لك هو بيشتغل في الكلام كله على الاستثناء ويحوله لقاعده، هي دي المغالطه، وسهل جدا تداركها في الكلام، لان للاسف ده اضعف شكل من اشكال الموضوع. بالظبط، احنا مش بنقول كل لاعب هيقعد مع الكابتن مستحيل، لكن هي بتبقى فكره اللاعب ده بيحب كابتن محمود الخطيب من صغره، وهو شايف الكابتن محمود الخطيب اللي كان وقتها اللاعب المفضل بالنسبه له، وده اللي حصل مع تريكا. وهنروح بعيد ليه يعني؟ بس اوعى تشك كمان في كلام تريكا، تريكا وهو بيحكي الواقع بتاعه توقيعه كاول مره ينضم للنادي الاهلي. نشوف تريكا ونرجع. بعدها في نفس اليوم بالليل مجدي محمود جاله تليفون من باشمهندس عادلي وقال له احنا عاوزين محمد يبقى معانا. فروحنا قعدنا وما حصل، كابتن عادلي وكان الكابتن حسام البدري موجود. فحصل اختلاف لحاجات معينه، حاجات بسيطه يعني. فنزلنا ما اتفقتوش، ما اتفقناش، فنزلنا. فخلاص جه تليفون تاني لمجدي من كابتن الخطيب فقال له لا انا عاوز اشوف الولد. نفس اللفظ كده قال له الولد بيحب النادي؟ قال له هو بيحب النادي وهو عاوز يروح الاهلي. فقال له خلاص تعالى. كان كابتن الخطيب عنده فرح في مدينه نصر، فرحنا له بالعربيه. فمجدي هو اللي قبل لوحده، وبعدين يعني دخل الفرح قبل جوه، وانت كنت مستني في العربيه؟ انا كنت، لا كنت مستني بره. بره اه. فهو مشي في بعد خرجوا هما الاثنين من الفرح وبالظبط وقفوا العربيه، فانا ركبت ورا في ورا، كان كابتن خطيب هو على عربيته هو ومجدي. فقال لي خد امضي على العود دي. لا انت اول لقاء، اول 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 لقاء. هو ده الاول يعني لقاء. اول ما اول واحده كده قال لك اول واحده قال لي خد امضي، رحت مضي. الموضوع انتهى. طيب انا لما كابتن خطيب من الناس اللي انا بحبها جدا. طب هو قال لك خد امضي بايه بقى؟ خد امضي بالايه؟ بالقلم. بالقلم، القلم ده، بالقلم ده. هو القلم ده؟ لا مش القلم ده. زي القلم ده، انت خدت القلم بقى احتفظت بيه؟ لا انا خدت حاجه احتفظت بيها. اه هو ما انا هقول لك الحكايه اهو. الحكايه رحت ماضي. ايه احسن، انت كنت خدت العربيه احتفظت بيها؟ لا ليه؟ لا هقول لك. خدت العود ومضيتها. ما شفتش بقى العود اتفى ولا ايه ولا كان يعني اول ما شافك الكابتن خطيب قال لك ازيك عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ ازيك يا ابني؟ ازيك يا ابني؟ انا بحبه جدا. فخد امضي العود دي. فانا مجدي مش قال لي مش استنى ما نشوف نعمة، اتفقنا عليه. قلت له لا. هو كابتن خطيب ليه كاريزما وليه هبه كده معينه وانت كنت اول مره تشوف الكابتن خطيب؟ اول مره اشوفه على الحقيقه. ما شفتوش قبل كده؟ لا هو كان سايق العربيه ومجدي جنبه وانا وراه. طيب ما انت معذور لازم تمضي. طب انا هتعمل ايه؟ هتروح لا من الناس اللي انا بحبها جدا. فهو اللي شدني هو كلم مجدي قال له الولد بيحب النادي؟ هو عايزنا ولا لا؟ اه الولد بيحب النادي قال له اه. فجيت فرحت ماضي وخلاص. فهو كتب هو بعد ما مضيت قال لي يا ابني عشان تمضي عشان تضمن حقك، هو تضمن حقك انا هكتب لك شيك من حسابي الخاص، من حسابي الخاص. فكتب الشيك كابتن خطيب من حسابه، الشيك مكتوب عليه اسم كابتن خطيب. فانا ايه خلاص الاتفاق اللي احنا خلاص هبدا من اول السنه مش هروح في يناير. فهم عملوا مفاوضات مع نادي ترسانه وباشمهندس حسن فريد، فالموضوع خلص. بعدها بشهر ولا شهر ونص لقيت كابتن خطيب بيكلمني يا ابني ما صرفتش الشيك ليه؟ اه انت ما صرفتوش من ساعتها؟ لا ما صرفتوش. نسيت ولا ايه؟ مش نسيت، احتفظت بيه. احتفظت بيه ذكرى. اه يبقى الشيك اللي خدته ذكرى. قال لي يا ابني يا ابني انا براجع الحسابات قالوا لي ما صرفتش الشيك، مش ما صرفتش الشيك. قلت له انا احتفظ بيه يا كابتن. قال لي صوره احتفظ بيه. حوار لذيذ ومن حقك ان انت تشوف وتضحك، ده موضوع يخصك، لان كل في النهايه كل شخص بيميل للفكره او للاتجاه اللي مؤثر معاه في شخصيته. هو انت ملت للاتجاه بتاع الكابتن احمد عفيفي ان هو بيبحث عن فكره الماده هي الاهم، فبالتالي انا ممكن انتقل من نادي لنادي، من قناه لقناه، من اي انتماء لاي انتماء مقابل الماده. ده فكرك وده شانك ويحترم وعادي. من اراء في رئيس نادي
لآراء في نفس رئيس النادي لأسباب الجمهور كله يعلمها، لأن لو بتتعلق بأداء فقط خلاص ما فيش مشكلة، إنما لما بتتعلق بمبدأ وحاجات تخص الجمهور أعتقد حاجات بتكشف كتير جدا. في النهاية كل واحد حر في رأيه، حر وهو من حقه إن هو ياخد الاتجاه ده، لا يغلط على النادي، وأنا من حقي إن أنا الاتجاه ده لا يروق لي، أهو مش هقول هضحك عليه ولا استهزأ بيه ولا حاجة، لا لا يروق لي الاتجاه ده، ومن حق الكابتن محمد أبو تريكة يدي جوانب إنسانية، جوانب ترتبط بالمشاعر. الكابتن محمد أبو تريكة اتعرض عليه عرض الهلال 2008 في الطيارة، كان موافق برقم كبير جدا، ولكن نزل المطار لقى الجماهير منتظرة النادي الأهلي وهو سادس العالم وخسران بطولة كاس العالم للأندية، ومع ذلك خد القرار في المطار لما لقى الجماهير، وقتها الجماهير حطت له يافطة كبيرة جدا، عرفت احنا ليه بنحبك. في ناس بتفكر في السكة دي وبتاخد الرمزية دي، وفي ناس تانية هدفها المادة، ده من حقه وده من حقه، وانت من حقك تميل، بس ده ليه مكان عندنا وده ليه مكان عندنا، ما احنا قلنا العقل بقى والقلب بالظبط، بس هو الفكرة العقل والقلب. فده كان كابتن محمد أبو تريكة، ولكن كابتن محمد أبو تريكة لو أولهم أكيد هو مش آخرهم، مش آخرهم يا أحمد، لأن كمان قد تعتقد أن الكلام ده كان على سبيل الاستثناء، بس هو ما كانش على سبيل الاستثناء. نطلع ونشوف كابتن محمد بركات بيقول إيه عن كابتن محمود الخطيب. ما قعدت جوه النادي الاهلي 19 سنين، انا جيت على بغدويه يعني انا جيت هنا، كان هو دايما بيحتضنني، كان هو دايما اللي بيجدد لي عقد، لما بتلاقي فيها اي حاجه خالص على طول ياخدني يضحك عليا بشويه جمبري ويجدد لي عقدي، بس يعني كنت احب اتدلع شويه عشان اقعد مع الكابتن محمود الخطيب وكده، لانه طبعا حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، بقول له ربنا يوفقك وتبقى الفتره بتاعتك دي كلها بطولات وتستمر في الانجازات عشان خاطر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، اللي هو بوجه له بقى الرساله الاخيره. كل من كان قريب من كابتن محمد بركات يعلم جيدا انه كان بيحب جدا فكره ان يحس ان كابتن محمود الخطيب شخصيا، يعني الموضوع بشكل شخصي، عنده حرص ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. دي كانت دايما بتبقى العامل المرجح عند كابتن محمد بركات في استمراره مع النادي الاهلي، انه يحس ان رمز زي كابتن محمود الخطيب بيحب انه يكون محمد بركات جوه الفريق، خاصه لما بيكون العزومه على سمك وجمبري زي ما بركات راح بعد كده. بالظبط. طبعا الكابتن بركات برضو كل المقربين منه عارفين ان هو صريح، ما بيحبش لا لف ولا دوران ولا بيحب ادعاء اي حاجه، فبالتالي الكلام اللي هو بيقوله كلام هو مش مجبر عليه. ومع ذلك الكابتن محمود الخطيب بالتاكيد له توثيق لواقعه كابتن محمد بركات. نشوف الكابتن محمود الخطيب وهو بيحكي عن تجديد محمد بركات. فكان يوم تجديده يعني قعد يتكلم مرتين ثلاثه مع الاداره اللي عندنا اللي بتوليه الكلام دوت، عدل القرعي هادي خشبه، يعني مجموعه بتاعتنا يعني سعد ابو حفيظ. فسمعت الموضوع طول شويه، فكلمته قلت له يا ابني انا عايز اشوفك، انا عايز نبقى في استقرار بس يعني عايز اشوفك يا محمد. فالحقيقه في نفس الوقت خدت يعني قعدنا مع بعض في نفس اليوم، لقيته قال لي كابتن تتكلم معايا في ايه؟ راح طلع الاوضه ماضيها ده حصل ولا اتكلم في حاجه ولا اتكلم في حاجه. ما دي من الحاجات اللي بقول لك يعني الواحد يعني الحي الواحد بيشيلها يعني، وحاجه جميله جدا ما اتكلمش في حاجه خالص. راجل راح ماضي على طول، يا كابتن اللي انت عايزه انا اتصرف فيه وانا اهو، وانتوا بقى نلاقي تصرف زي ما انتوا عايزين. حابين نؤكد بس على فكره مهمه جدا، لو هي فكره ماده سيبك بقى من بعد عن القوه الشرائيه خالص، كابتن محمد بركات تحديدا كان جاي منين للنادي الاهلي اول مره؟ جاي من العربي القطري، وطبعا حضراتكم عارفين المبالغ اللي بتدفع في دوريات الخليج. يمكن كابتن محمد بركات نفسه قال لك انا كنت عايش حياه الامراء. كابتن عماد النحاس جاي منين؟ بالمناسبه كابتن بركات لعب في الدوري السعودي والدوري القطري، يعني الماديات اعلى بكتير. كابتن حسين الشحات يمكن قلنا الكلام ده قديم ولا حاجه، كابتن حسين الشحات جاي من الدوري الاماراتي الى عين الاماراتي، لعب معاه كاس العالم للانديه، ومع ذلك الجميع يعلم ان كابتن حسين الشحات متنازل عن مبلغ كبير جدا، مبلغ كبير جدا. وطبعا نموذج الانتماء الكابتن وليد سليمان وفكره ازاي مشى بمرحله وصلت للانهيار عشان النادي الاهلي فلوس. وكمان عمرو السوليه فارس ساب للشعب الاماراتي، ساب للشعب الاماراتي ربع عقده تقريبا بالظبط. فالامور دي كمان لو انت بتتكلم على المحلي ده، احنا بنجيب لك ناس اصلا كانت موجوده في الخليج وفضلت اسم النادي الاهلي وتشيرت النادي الاهلي على فلوس الخليج، لان اللي اكيد انت مش مدركه ان تيشيرت النادي الاهلي هيظل حلم كل لاعب او كل طفل لمست قدمه كره القدم.
نختم بقى بكابتن شريف عبد الفضيل اللي من داخل قلب نادي الزمالك غير وجهته للنادي الاهلي لما عرف رغبه النادي الاهلي فيه، وفي اللحظه اللي اتقال ان هو عرض عليه اي شيء عشان النادي الزمالك ما يخسرش فنيا ومعنويا. نروح ونشوف قال شريف عبد الفضيل. المهم قوي، ليه رحت الاهلي ما رحتش الزمالك؟ مين مجنون ما يروحش الاهلي؟ مين مجنون ما يروحش الزمالك؟ انا مجنون، عمري ابقى مجنون لو رحت الزمالك طبعا. ليه؟ انا هربت من نادي الزمالك. ليه؟ وعمري ما ندمت لحظه ان انا رحت النادي الاهلي. بس نادي الزمالك نادي كبير. كبير طبعا. بس لما تيجي تقارنه بالنادي الاهلي، لا النادي الاهلي الاثنين يعني الاهلي والزمالك. انت بالنسبه لك، انت بالنسبه لي انا على النادي الاهلي نمره واحد في افريقيا وفي الوطن العربي وترتيبه عالميا. وغير كده مين ما يحبش النادي، مين ما يروحش نادي؟ لا احنا ما نقولش مين يحبه ومين يكره. بص السيف، انت حضرتك تحب، انت لازم طبيعي 50-50. لا بالنسبه لي انا، لا انا بالنسبه لي فعلا الاثنين كائنين كبار. طبيعي نادي الزمالك نادي كبير ونادي عريق، ما بقللش منه اطلاقا، انما انت بتكلمني انا اختياري، انا ساعتها في الوقت ده انا كنت اختياري كله النادي الاهلي. مين مضاك في الاهلي؟ مضاني في النادي؟ الكابتن عادل القيعي والحاج محمد عبد الوهاب والاستاذ محمد يوسف. وكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب؟ طبعا. اخدت اللي انت عايزه ولا دخول الكابتن الخطيب فرق في القصه؟ الكابتن الخطيب اصلا لما جه كلمني في التليفون اقسم بالله مضينا في 5 دقائق. اقسم لك بالله في 5 دقائق كنا ماضيين على بياض ومشينا. قلت له يا كابتن نادي الزمالك كان جاي ورايا بشنطه ثانيه، شنطه فلوس ضعف اللي ما كنت عايز. قلت له لا خلاص هو الاهلي. اضحك الصوره تطلع حلوه واسمع الصوره تطلع كامله. شريف عبد الفضيل بمنتهى الوضوح، الكفتين مش متساويتين، وده ما يزعلش حد لانه رد عملي، وهربت عشان خاطر النادي الاهلي. وكابتن محمود الخطيب في المفاوضات في مجرد 5 دقائق من كلامه كانت الامور خالصه، الصوره كده كامله للي حابب يشوفها كامله واللي ما عندوش عوار في منطقه دائما. تاريخ النادي الاهلي خط احمر، مش بس عشان ده لون شعاره، انما عشان بالنسبه لجمهوره ومسؤوليه ممنوع المساس بيه او النيل منه. نشوفكم.